بكرشك ده؟ ده مش كرش، ده انا حامل. ايه؟ حامل؟ عادي، اهلي عارفين، ما انا متجوزة. وكمان متجوزة؟ ده كان يوم. يا سفلة، يا وطية يا وطية يا وطية، فخورة قوي انك حامل. طب الكرش بيروح، لكن الحمل بيقعد شهرين ويستوي وتتحفينا بقى بعيال. شايفة شكلك بقى عامل ازاي؟ ايه البقليلة دي؟ مالي يعني، مناخيري فشرت وداني تنقرت. ده انا بس ديتها اولد وهتلاقيني مززة المززللي. قصدك تفقسي؟ انت بتحلمي توريني ايه؟ فريدة افقدي الامل. انا فاقده من زمان. اتشأمي، متشائمه، اكتئبي، عندي اكتئاب وبتعالج. انت من النهارده مش انت. امال انا مين؟ انت واحده تانية. شغاله للبيبي. وشغاله لابو البيبي. من عن ابو البيبي. وشغاله لشغلت البيبي. ربنا يفرمها وياخدني عشان ترتاحي. ايه ده؟ ده ابني علي بيعشق البوزو، وعلى طول تلاقيه نايم على بوزو. وده بقى هيدخل الاجتماع؟ ما اعمل ايه بس؟ ده يترزع هنا. ماشي. الحمد لله وصلت على خير. أهم مسؤول تسويق إعلاني عندي في الشركة، الأنسة نادي الحلوان. على فكرة ممكن الشركة ما يوافقوش، أنت الأوفر بتاعكم عالي عالي قوي. أرجوك يا أبو سيدك، الحين العميل هيطير. 10%. ده ابتزاز خالص. وده عميل مروح مالص. اوكي يا بنت الحلواني، جو هيد. اوكي يا كوتش. اسمع يا استاذ عسل. عسل ايه؟ اسمه حسن. حسن؟ طب ما تقول حسنين وخلاص. اسمع يا استاذ حسنين. صفقة ضاعت يا كوتش. الو أستاذ علي، إزيك يا أستاذ علي؟ 3 مليون؟ واو، بس أنا طالبة أكتر من كده. أستاذ علي، لو حضرتك هتتأخر إحنا قاعدين مع أستاذ حسن وهنضطر إن إحنا نديله الحملة. إيه؟ بتقول كام؟ 4 مليون؟ في التليفون 4 مليون، أو في الحقيقة بقى لو جه هيبقى كام؟ 5؟ 5؟ مش ممكن مش ممكن. شركة أستاذ علي عرض 4 مليون وخلاص هتاخد الحملة. يعني إيه؟ يعني خلاص نتقابل في صفقة تانية. إيه ده إيه ده؟ إيه التصرفات دي؟ كل ده عشان طلبنا مهلة؟